بداية كلامنا هتكون عن مكان البيتيوتر الماس في السلة ترسيكا اللي تعتبر جزء من الاسفينويد بون. ولو انت عالم تشريح محنك اكيد اخدت بالك من الشبه بين السلة ترسيكا وسرج الحصان التركي، واحب احييك على دقة ملاحظتك لان ده فعلا سبب تسميتها. عزيزي المحنك، البيتيوتر بتقسم لجزئين اساسيين، الجزء الامامي الاكبر الانتيريور بورشن او الادينو هايبوفيزس، وانا قلنا ادينو عشان الانتيريور بورشن عبارة عن غدة بتنتج هرمونات، واللي بتتكون من بارس ديستاليس، بارس انترميديا، وبارس تيوبولاريس. اما الجزء الخلفي البوستيريور بورشن او النيورو هايبوفيزس، وانا قلنا نيورو علشان بيكون عبارة عن امتداد النسيج العصبي بتاع الهايبوثالاموس، واللي على عكس الانتيريور بورشن فهو عبارة عن كوبري وظيفته نقل وتخزين الهرمونين اللي بيتكونوا في الهايبوثالاموس، الاوكسيتوسين والاندروجينيك هرمون. خلينا نقلب الريتم حبتين وناخد كورونا سيكشن في الاسكالا عشان هيبان قدامنا المنظر ده. هنلاحظ البيتيوتري جلاند موجوده في المنتصف وعلى جانبها وان اتش سايد ليها الكافيرنوس ساينس بمحتوياته، واللي اهمهم الانترنال كاروتيد اللي بيعدي من خلاله، واللي اكيد اخدت بالك من لون الكافيرنوس ساينس الازرق اللي بيدل انه عباره عن فينوس بلاد. سوبيرو للبيتيوتري هنلاحظ الاوبتيك كلازما مفصول بينها وبين البيتيوتري بالدافراجما سيلا. واكيد الهايبوثالاموس هتكون فوقهم، وعاوزك تاخد بالك هنا من الاوبتيك كلازما واللي بيكون عباره عن التقاء بين العصبيين البصريين. فلما يحصل ورم في البيتيوتري بيضغط على الاوبتيك كلازما، بالتالي بيجي المريض يشتكي ان عنده مشكله في النظر. inferior pituitary هنلاحظ البادي اوف ذا سفينويد والاسفينويد الاير ساينس، بالتالي لو شخص عنده ورم في البيتيوتري ممكن نشيله عن طريق الانف من غير ما نضطر نفتح له دماغه. خلينا ناخد سيجيتال سيكشن في الاسكالا عشان نشوف قدامنا المنظر ده. هنلاحظ ان الانتيريور للبيتيوتري الاوبتيك كازما من ناحيه فوق والاسفينويد الاير ساينس من ناحيه تحت. انا بوستيريور للبيتيوتري هنشوف الدورزام سيلا واللي بنسمها الجزء الخلفي للسله تيرسيكا، واللي بتفصل البيتيوتري عن البونز والبازلر ارتري اللي بيغذي البونز. اخيرا الارتيريال سبلاي بتاع البيتيوتري هيجي من السوبيريور والانفيريور هايبوفيزيال ارتري، والاثنين برانشات من الانترنال كاروتيد ارتري.